بسم الله الرحمن الرحيم. قناة المهندسة الزراعية للمختصر المفيد لزراعة الليمون من البذور. احنا طبعا لو اتكلمنا عن الليمون مش هنكفيه حقه وفوائده قد ايه. احنا طبعا عارفين ان الليمون بيبقى مليان فوائد كتيرة، اهمها في يوجد فيها فيتامين سي، وده بيبقى كويس جدا للبرد وخصوصا في الشتاء. وطبعا برضو بينفع عليه اللي بيبقى عاوز يعمل دايت، فبيحرق حلو جدا لحرق الدهون. وطبعا احنا بنستخدمه في الحلويات وعمايل الشربات والحاجات ديت. وبعدين هو الليمون كمان هو في حاجة كويسة جدا ان هو دائم الخضرة طول السنة، يعني هو ما بيحصلوش تساقط الاوراق ولا اي حاجة، بيتنيه موجود عندك على طول. ده غير ان هو فيه رائحة عطرية جميلة، الزهور بتاعته بتبقى فيها ليها ريحة عطرية حلوة جميلة، بتبقى ايه كويسه جدا، وبتعمل ريحه حلوه للمكان. لو اتكلمنا على شجره الليمون، هي فيها اشواك، وهي الافرع بتاعتها هي عشوائيه وفيها اشواك ايه حاده، يعني ممكن تعور ولازم الواحد ياخد باله هو في التعامل معاها. طيب احنا عايزين نزرع الليمون. طب هنزرعه ازاي؟ اسهل حاجه ليه هي زراعه البذور. البذور احنا بنجيبها، احنا بنجيب البذور وبنغسلها غسله كويسه، ونجفف البذور بتاعه الليمون ونحطها على ورق فويل او اي ورق ناشف. وبعدين لما تنشف بقى هي ادي البذور، بنحطها ايه كده عادي خالص في التربه اهوت. وبعد كده نقوم برده حاطين عليها الايه الكومبوست. وطبعا قبل ما نحطهم لازم نكون عارفين ان التربه كويسه ما فيهاش اي حاجه تاذيها او اي حصى او اي حاجه، في اي حاجه حصى او حاجه زي كده نقوم شايلينها ورامينها على طول علشان ما تعكش النبات. وبعد كده ايه بنردم عليها عادي خالص زراعتها. الليمون من ابسط انواع الزراعه اللي احنا ايه ممكن نشوفها. بعد كده ايه بنرشها بالميه كده عادي خالص اهوت. وانا ايه كان عندي ديت شجره، ديت بقى لها اكتر من عندي من سنتين، شجره ليمون، وهي الحمد لله دلوقتي في فتره النمو. وخلي بالكم ان الشجر الليمون ممكن يوصل شجر الليمون ممكن يوصل طوله لخمسة او ست امتار، وهو ممكن ناخده الليمون وممكن نستفيد بيه. في ناس ممكن بتخزنه وبتستفيد بيه طول السنه. طب الاسمده العضويه ممكن حلوه جدا ومفيده ليها، ولو مش موجوده ممكن نستخدم الاسمده الكيميائيه اللي هي ايه الان بي كي. طيب ميعاد الزراعه بيبقى من بدء من موسم او فصل الخريف لغايه ايه اواخر الشتاء. طيب الري الشجر زي كده زي بتاعه الزيتون زي الليمون تتسقي قد ايه؟ هي بتبقى من مرتين لثلاثة في الأسبوع وهي لسه حديثة، وكفاية أوي عليها مرة واحدة أو مرتين بالكتير لما تبقى عدمت شوية أو في فصل الشتاء. ما في الشتاء ما تحتاجش إيه نباتات كتيرة. احنا طبعا ايه قلنا هو ان الليمون هو حلو جدا مطهر، بيقضي على الميكروبات والجراثيم وحلو للدهون. طيب في ايه الامراض اللي بتيجي ليه الليمون؟ في امراض اللي هي اصفرار الاوراق. طب ايه سبب الاصفرار الاوراق دي بتاعت الليمون؟ ليها اسباب كتيره جدا، من اهمها ان هي ايه الارض بتبقى فيها نقص عنصر حديد، وفي ساعات بيبقى فيها العنكبوت بيتغذى على العصاره بتاعت الليمون، او في برضو ارتفاع الاتش بي اللي هو الملوحه اللي موجوده في التربه. وساعات البلوده الشديده جدا بتاثر عليه وبتخلي برضو الاوراق صفراء، وساعات الرطوبه بتاعه التربه ذات نفسها برضو هي اللي بتخلي الاوراق صفراء، وساعات كتر المواد الحشريه اللي هي بتترش بيها النبات هو اللي بيخلي الاوراقها صفراء. كل دول بيؤدي لاصفرار الليمون. وان شاء الله تجربوها وتبقى كويسه معاكم، واي استفسارات على النبات دوت او اي نبات تاني انا تحت امركم، وارجو الاشتراك في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Thank you.